انا جاي اهو. يا اختي كانوا مسروع كده ليه؟ صباح الخير. اهلا استاذ خدامك كمال سالم. يا اخويا انت ما بتنقيش غير الوقت اللي سعيد مش موجود فيه وتجيله. طب ايه يعني مثلا اخد بعض وامشي؟ لا ودي تيجي برضه. اتفضل. قهوتك ايه؟ انا قهوتي سكر زياده. زياده؟ تبقى مش كيين. ليه انت بتشربيها ايه امال؟ انا على الريح. بس انا بقى احبها زياده. يا اخويا وانا هشاركك مزاجك، نام على الجنب اللي يريحك واشرب القهوه اللي تروقك عن اذنك. مش من حقي انام في السرير ولا ايه؟ سريرك ايه يا راجل انت؟ انت اتجننت؟ بقول لك ايه؟ انا تعبان طول النهار في الشغل، سيبيني ارتاح شويه. انا في عرض اقوم لسعيد يجي وتبقى مصيبه. الساعه لسه 12 وسعيد مش هيجي قبل 3. انا في عرض اقوم. نفس الطول ونفس العرض، لكن فرق السما من الارض.